خبر النهاردة، الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى إثيوبيا للمشاركة في القمة الإفريقية، وبيرأس وفد مصر في القمة 24 اللي بتعقد على مستوى الرؤساء والزعماء غدا وبعد غد تحت شعار 2015 عام تمكين المرأة والنهوض بها نحو أجندة 2063. هتبدأ القمة بجلسة مغلقة لرؤساء الدول والحكومات في 9 صباحا، هيقوموا بمشاورات حول تشكيل هيئة مكتب ولجنة صياغة للقمة ومشروع جدول الأعمال، وهياخدوا صورة جماعية، ويتم تدشين قاعة نيلسون مانديلا للاجتماعات العامة، هذا الزعيم الإفريقي الهام. في إجراءات أمنية مشددة جدا حول محيط مقر الاتحاد الإفريقي، مع بدء القمة مع توجيه المبادرة الجديدة لتنمية إفريقيا النباد، حيث انتشر الجيش الإثيوبي في كافة الشوارع ومنع سير السيارات إلى المقر. الوفد الإعلامي المرافق للرئيس لجأ للسير حتى مقر الاتحاد، في وفد إعلامي من زملائنا موجود في هذه الرحلة على نفقته الخاصة. كل الوفود الإعلامية اللي بتطلع على نفقة مؤسستها، فيش أي حد بيطلع على حساب الدولة. الرئيس بياخد عدد محدود من الوزراء جدا، عدد محدود من مكتبه بيسافروا معاه، كل الزملاء اللي بيسافروا، كل مؤسسة بتدفع نفقات مراسلها في إطار المنافسة الإعلامية، ده شيء جيد. كان زمان بنلوم على الرؤساء السابقين ان بياخد 3-4 بتوع الصحف، وزمان كانت هي الصحف الرسمية ما فيش غير، بس حتى بعد ما بقى في إعلام خاص كان الرئيس في الغالب بياخد مجموعة على طيارة الرئاسة 3-4-5 فقط، وكنا بنقول ان ده تدجين. انا ممكن اطلع رحلة وما تعجبنيش واطلع وانتقد براحتي، لو انا طالع مكسور الرئاسة هي اللي واخداني حاجة حرج،